إذن نعود نقول أيها الإخوة أن العبادة هي أعلى توحيد الألوهية، والتوكل هو أعلى توحيد الربوبية، وأن الإنسان عليه أن يجمع بين الأمرين، بين عبادة الله تبارك وتعالى وبين يعني التوكل عليه. فنستعين بالله ونعتمد على الله ونثق في الله عز وجل في كل عمل، يعني تعبدي أو يعني قدري آخر، كل أعمالنا حتى أعمالنا تاع الدنيوية هذه لابد أن نعتمد على الله، نتوكل على الله، نستعين بالله، نثق في الله عز وجل. نعم، دائما نرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله كما قال الله عز وجل. فهذا درس عظيم جدا، لأن ربما دائما ننسى الجانب هذا. عبادة الله عز وجل نقوم بها ما شاء الله، ونستعين يعني نأتي للعبادات ونفعل الكثير من العبادات، ويعني الجوانب خاصة يعني معناها القلبية من صدق وإخلاص وغير ذلك، ولكن ننسى هذا الجانب، جانب التوكل، جانب الاستعانة، جانب الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل في يعني أعمالنا، اللي دائما عنده هذا حاضر الإنسان في قلبه هذا. المسألة الثالثة التي يذكرها الشيخ هنا قال وهي صفات الله تبارك وتعالى. ففي هذه الصورة في من صفات الذات، ذات الله تعالى التي لا تنفك عن الله عز وجل، يعني كي تقول الله عز وجل دائما تكون معه هذه الصفات، كما مثلا الحي، اسم الله الحي، يستحيل أن لا يكون الله غير حي، يستحيل، فهم هكذا. أو اسم الله الرحمن، يستحيل أن لا يكون الله رحمانا في لحظة من اللحظات، بخلاف أسماء الأفعال فهي مرتبطة بالمشيئة، قد يفعلها إذا شاء وقد لا يفعلها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومثلا هذه فهي راجعة إلى يعني إلى المشيئة. قال من ذلك الحكيم، الخبير، العليم، القدير، الوكيل، الغفور، الرحيم، الحفيظ، القريب، المجيب، القوي، العزيز، الرقيب، الودود، البصير، مما ذكرت في سورة هود، هذه كلها وردت في سورة هود. قال فمنها ما وصف به تعالى مفردا، ومنها ما وصف مقترنا بغيره، وما اتصل به بمتعلقه، ولكل منها أتم المناسبة لموضوعه في موضعه، مما يذكر المتدبر له بتدبيره تبارك وتعالى لأمور عباده. يعني معنى هذا يبين لك بلي أن الأسماء هذه كلما يذكر الله عز وجل بأن جميع الأفعال التي نراها والتي لا نراها، جميع حركات الكون وسكنات الكون كله مما يفعله الله عز وجل في العوالم العلوية والسفلية، كلها ضمن يعني فعل إرادة الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن فعله شيء أبداً. قال مما يذكر المتدبر له بتدبيره تبارك وتعالى لأمور عباده، ويزيده إيمانا بمعرفة جلاله وجماله وكماله في صفاته وأفعاله، ورحمته وإحسانه للمحسنين، وتربيته وعقابه للمجرمين والظالمين، وحسبك شاهدا عليه في نفسك تدبر إحاطة علمه بما تسر وتعلن. نعم، في الآية الخامسة من هذه الصورة. نعم، وهذا معنى عظيم جدا، يعني دائما يكون حاضر عندنا أيها الإخوة، وهذا الذي يجعل الإنسان دائما لما يتدبر كلام الله تعالى أو يذكر الله عز وجل لابد أن يكون هذا حاضرا، أن الله عز وجل يعلم سرنا وما نخفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم سرنا وجهرنا في كل لحظة. ولاحظ هذه الآية العجيبة جدا، قال الله تعالى عن المشركين ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم
يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ومر بنا في الآية يعني أن قلنا المشركين لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم، فالبعض منهم ماذا به ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم، يدور وجهه وماذا به يلوح كاش حاجة على راسه وعلى على يعني فعلا على وذنه باش ما يسمعش يعني القرآن العظيم. في هذيك اللحظة قال الله عز وجل لما يهزوا يعني الأغشية تحم على وجوههم وعلى رؤوسهم يعلموا ما يسرون ما يعلنون. انظر إلى المعنى هذا. نعم، قال الله تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلموا ما يسرون ما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. نعم، بالنسبة للمنافقين. نعم، وذكر المعنى هذا الله عز وجل حتى على قوم نوح سبحان الله العظيم، يعني الكفر ملة واحدة. نعم، الكفر ملة واحدة. وشوف من عهد نوح قرون من ذلك الزمان إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم آلاف القرون. ذكر الله تعالى أيضا حتى قوم نوح، قال الله تعالى عنه كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. من لك العهد إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر فعل نفس الفعل. لكن الذي يهمنا نحن كمسلمين أن في تلك اللحظة لما يعرضون بصدورهم ولا يريدون أن يسمعوا القرآن الكريم أو يضعوا على يعني فعلا يعني رؤوسهم شيئا من أثوابهم، في تلك اللحظة الله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذا معنى عظيم علي أن نستحضره دائما أيها الإخوة. قال فلا تغفلن عن هذه المعاني أيها التالي للقرآن الكريم أو المستمع له، فيفوتك من العرفان وغذاء الإيمان ما أنت في أشد الحاجة إليه لتزكية نفسك التي هي أقرب الوسائل لفلاحك وسعادتك. فإن تأمل هذه الأسماء في مواضعها من بيان شؤونه تبارك وتعالى في العباد أقوى تفقيها في الدين وتكميلا للعرفان. شو المعنى هذا؟ فإن تأمل هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل التي ذكرت في الصورة، لما يتأملها الإنسان يحاول ينزلها على الواقع نتاعه من بيان شؤونه تبارك في عباده في العباد أقوى تفقيها في الدين وتكميلا للعرفان من تكرار الاسم الواحد. مليح الإنسان لما يضبط القرآن يفهم هذا المعنى. قال مش كما بعض الناس اللي خذوا إلا اسم الله عز وجل ويذكروا به دائما ما يسمى بالذكر، ذكر الله تعالى بالاسم المفرد. بعض الناس اليوم طرق كثيرة جدا في العالم الإسلامي الله 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 الله، والبعض ما عادش الله ها عاد ها 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 والله هو 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 ها هي انا دكون جوا الشيخ اعتبروا انفسهم هنا. وذكرنا يعني المعنى هذا لما وصلنا للآية هذه تاع إن إبراهيم لأواه، يعني كان يتحصر على حال الناس الذين على الشرك ولم يؤمنوا بالله عز وجل. هذا وش معنى الأواه؟ وش معنى أنه كان يتأوه كما يفسروا هذا الجهل هذا. لاحظ قال ذلك تكميلا للعرفان من تكرار الاسم الواحد مرارا كثيرة كما يفعل المتصوف المرتضون ومن تقلدهم من المرتزقة وهو غير مشروع خلافا لزعمه أو لما زعمه المتأولون بقوله قل الله. عم يستدل بهذا الآية يقول كيف يذكر الله عز وجل باسم المفرد؟ يقول لك الله عز وجل قال في القرآن الكريم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ما شاء الله. هذا قالك بينما اسم يعني هذا الآية هي جواب في الحقيقة على سؤال من قبل. فاسم الجلالة هنا مبتدأ لجملة في جواب سؤال
حذف خبره، ألا وهو قول الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. هو الجواب، هو الجواب. إذن فهو جواب على سؤال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا هو السؤال. فالجواب قل الله، الله هو الذي أنزل. قال قل الله هو الذي أنزله، فليس فهو ليس اسما مفردا يكرر يعني تعبدا لله تبارك وتعالى. ثم أيضا لا نجد، قال العلماء لا نجد أبدا من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الكثير جدا والتي جمعها العلماء كالإمام النووي في كتاب الأذكار أو الوابل الصيب الإمام ابن القيم أو غيره، يعني ذكر اسم الله تعالى بالمفرد الله الله الله، والله كما بعض الطرف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف كيش خلاص أبدا لا وجود لذكر باسمه المفرد. قال ومثله أيضا يزيد يستدل أيضا يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال ها ها دليل ثاني، ها دليل. شوف يعني هذا المنكرين اللي يهربوا من الشرع وما يتقيدوش بالشرع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما مش عارفين باللي أن توحيد الاتباع كما يسموه العلماء الشطر الثاني من الشهادة وأشهد أن محمد رسول الله، هذا الشطر الثاني من العبادة معناه توحيد الاتباع. إذا كان يعني لا إله إلا الله توحيد العبادة فإن يعني الشطر الثاني هو توحيد الاتباع. لا يعني فعلا لا يعتقدون هذا الاعتقاد أن يعني أنه كما ذكر العلماء إذا كان قول لا إله إلا الله لا يعبد الله لا 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 مش قلنا لا لا معبود بحق إلا الله، فإن الشطر الثاني من العبادة من الشهادة لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا متلقى من غير لقطه، هذا برك منه 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 منه. هل فعلا عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الأذكار؟ يقول لك ها ها الدليل يا سيدي، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله والله. والحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي وغير ذلك. قال ولفظ الجلالة فيه مرفوع أي ذكر الله تعالى الله الله، لا يقال في الأرض الله والله. قال والمعنى حتى لا يقال الله فعل كذا والله فعل كذا، كما تحب تديرنا العلمانية العلمانية ما تقولش الله فعل كذا والله خلق كذا والله قدر كذا، ما تقولش كما تسمعوا اليوم حتى في يعني بعض الفيديوهات مثلا غير ذلك يقول لك الطبيعة فعلت كذا، الطبيعة فعلت، السماء فعلت كذا، قوانين التاريخ حكمت بكذا وكذا وكذا. المهم تقولش الله خلاص، لا تقول الله. هذه قال حتى لا يقال الله فعل كذا، الله أمات، الله أحيا، الله خلق، تقولش لذهاب الإيمان به تبارك وتعالى. ما عادش كاين يعني إيمان في الناس، يعني هذا مهم الشرار والخلق اللي تقوم عليهم الساعة، ما عادش يؤمنوا بالله عز وجل. قال والاسم المفرد في ذكرهم يكررونه بالسكون الله الله، لا يقول الله الله، الحديث ورد به الله الله، وهم يذكرون الله تعالى بالسكون الله 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 الله. لا يقصد به معنى جملة وإنما يقصد به حصر التوجه وجمع الهمة بما جربه الرياضيون وجهل المقلدون في هذا الأمر. إذن يعني هكذا يرد الشيخ على يعني هذا المواقف التي وقفها من خلال أسماء الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يلهمنا رشدنا وأن يقنا شر نفوسنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يرزقنا التفقه في أسمائه وصفاته وأن يرزقنا التعبد بهذه الأسماء وهذه الصفات. آمين يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
كاش ما كاين بعض الأسئلة قبل ما نختمو، تفضلوا. كاش تعقيب؟ نعم. في المسألة الأولى، أي نعم، نعم صحيح. في مسألة يعني أن الدين واحد، هكذا صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.